السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم أحلى ليديز في قناتي، أحلى متابعين لقناة بسمة سلامة. لو لسه أول مرة تشوفوني يلا بسرعة اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هقدم لكم فيديو جديد فيه تسريحات تريندي جدا وحصرية لصيف 2024. تسريحات هتعجبكم قوي، هتلم شعر بنوتك الهايش اللي انت محتارة فيه ومش عارفة تلميه بأنهي طريقة. ان شاء الله هعلمكم تسريحات جميلة وبتساعد في لم الشعر الهايش والشعر المنكوش اللي احنا غلبنا وعملنا معاه كل الروتينات واستعملنا معاه الروتينات قد كده ومش عارفين نلمه ازاي. وتسريحات كتير هعرفك ازاي تعملي تسريحات تحاولي بأقصى ما يمكن ان انت تلمي شعرها ما يبقاش هايش مهما كان شعرها كيرلي او طبيعه شعرها مش ناعم. تسريحات هتكون برضو مناسبه لكل انواع الشعر، الشعر القصير وانا بشتغل عليه اكتر علشان معظم الماميز بيكونوا محتارين جدا مش عارفين يعملوا تسريحه مناسبه للشعر القصير لانه هو اوريدي عباره عن زعروره صغيره، فاحنا محتارين نجيبها يمين ولا من ورا ولا نحطها شمال، فبنبقى مش عارفين نعمل لها انهي تسريحه، وبتبقى معظم التسريحه واحده دي الحصان كده من ورا وخلاص. لا، انا هعلمك التسريحه للشعر القصير، ممكن تعملي لها لوكات كتير جدا، لوكات مختلفة هتعجبك قوي، وكل اللي هيشوف التسريحة على بنوتك بجد بجد هينبهر وهيقولك انت عملتيها ازاي. حاولي تمشي مع الخطوات خطوة خطوة علشان في تسريحات بتبقى متداخلة جوه بعض، يعني بندخل حاجات جوه حاجة وتطلعي، فبصي على اللوك النهائي للتسريحة لو لقيتيه عجبك فامشي معاها خطوة خطوة علشان تعرفي هي اتعملت ازاي. فمعظم التسريحات معايا في الفيديو ده هتكون للشعر القصير والشعر متوسط الطول، لكن برضو في تسريحات معايا للشعر الطويل كتير جدا على القناة. لو نزلتي في الفيديوهات اللي تحت هتلاقي فيه تسريحات كمان للأندر إيج، لو بنوتك كبيرة مثلا في السن المحير اللي هو ما بين 15 ل 14 كده، السن المحير اللي احنا بيبقوا عايزين هما استقلالية بنفسهم، عايزين هما اللي يسرحوا شعرهم، ممكن توريها الفيديو وهي تمشي برضو مع الخطوات وتعمل التسريحة بنفسها، او برضو التسريحة دي ممكن تناسبك انتي. بس انا معظم تسريحاتي بتكون خاصة بالاطفال الصغيرة، السن الصغير اللي معظم المامز بيبقوا محتارين يعملوا لها ايه. تسريحات مناسبة لايام الدراسة وتسريحات دلوقتي حاليا في المصايف والاجازات والمناسبات، بنبقى محتارين طبعا انا مش عارفة اعملها تسريحة ايه، انا عايزة تسريحة تظهر في المناسبة مبهرة وكل اللي يشوفها ينبهر بيها ويقول واو ايه التسريحة الجامدة دي، وانا قاعدة في البيت من غير ما اوديها الكوافير من غير ما اعمل لها اي حاجة فظيعة، حاجة سيمبل وبسيطة. وخلي بالك ان البنات في السن الصغير ده كل ما بتعمل لها تسريحة سيمبل كل ما بيكون مناسب اكتر مع سنها ومع شكل وشها والبراءة اللي فيه، يعني ما تعمليش تسريحات اكبر من سنها، امشي على التسريحات الجميلة المتنوعة الكتير جدا اللي هتلاقيها في قناتي، تسريحات كتير قوي هتكون مناسبة السن ده. لكن بلاش بليز التسريحات الخزعبلية اللي انا بشوفها على البنات اليومين دول اللي انتوا بتعملوها لهم دي، يعني ارجوكم بيبقى تسريحات كبيرة جدا على شكلها، بتضيعي براءتها وبتضيعي طفولتها وبتبقى مش حلوة خالص، يعني انت مفكرة ان التسريحة بتحليها، بالعكس تماما ما بتكونش كده خالص. اعملي لها تسريحة مناسبة لسنها، اعملي لها توك كتير، اكسسوارز كتير في الشعر، كولرز كتير، وخصوصا لو احنا في فترة اعياد، في فترة الصيف اللي احنا فيه في البحر، الحاجات دي كلها بتبقى عايزة الوان كتير وكولرز كتير، مش بس في التسريحة ده كمان في اللبس بتاعها، يعني اختاري لها لبس فيه الوان صيفي، اورنج وفوشيا وليموني واصفر واحمر واخضر، الالوانات دي كلها بتكون جميلة جدا ومناسبة سيزون الصيف قوي، مناسبة البحر والمصايف. وامشي التسريحة خليها تبقى متناسقة مع اللوك والطقم اللي هي لابساه، ما تبقاش التسريحة كلاسيك والطقم كاجوال، يعني بتبقى حاجة مختلفة تماما وشتان. لا، خلي التسريحة برضو مناسبة مع الطقم،
خلي فيهم ألوان من بعض، فيهم من ألوان الأكسسوارز، نوع الأكسسوارات اللي تستعمليها في شعرها تكون برضو مناسبة مع اللبس اللي هي لابساه. ده بيدي شياكة ورقية أكتر وتناسق في الألوان، يعني كأنك أنت مهندمة الدنيا كده، والتسريحة مع نوع الإكسسوارات ماشي مع الطقم، ماشي مع الشوز اللي انت ملبسها لها. لو هتجيب لها شنطة صغننة ليدي كده شيك وأنيقة، أو شنطة باك، يبقى برضو ماشي مع الألوان، ما يبقاش كل لون مختلف تماما. فالتسريحات دي هتعجبك قوي، وعلى فكرة برضو هي مناسبة لفترة الدراسة، لأن في منها ضفاير، وعموما أنا بعتمد الضفاير دي رشقة في أي حاجة، يعني دراسة شغال مش هتقول لأ، خروجة شغال، مناسبة شغال، يعني دايما تسريحات الضفاير مش قديمة يا جماعة، على فكرة هي برضو لسه حصرية وترندي وحديثة، وبتدي لوك نهائي جميل جدا. بس الأهم إن انت تعرفي هتعملي الضفاير دي طبعا إزاي، مش بالشكل المعتاد. يعني بصوا التسريحة دي معانا هي من الشعر ذات نفسه، يعني أنا لا حطيت أكسسوريس ولا حطيت حاجة غير هو توكا أستك ما حيتيش غيرها اللي حطيتها في الشعر، بس طلعت شكل تسريحة تحفة كأنها خارجة لسه من الكوافير، من الشعر منه فيه، من الشعر منه فيه، لفيته بالأستك وعملت شكل فيونكة من فوق على شكل الكحكة، نزلت منها دفرتين صغيرين متساويين وطلعتهم، يعني عملت من الشعر نفسه من غير ما احط توك كتير ولا اتعب نفسي ولا افرده ببيبي ليس ولا اي حاجه، هو من الشعر لفيه واعملي منه شكل فيونكه، لفيه واعملي منه شكل كده كحكه شيك كده وجميل، وفي نفس الوقت انت لما الشعر وعملها بسرعه بسرعه وما خدتش منك وقت ولا اي مجهود خالص، فهماني؟ ففي تسريحات كتير بتبقى سهله ولذيذه، فدي بتبقى حلوة قوي، وبتبقى كمان موفرة بالنسبة لك ان انت ما تتعبيش، وما تبقاش بالنسبة لك الوقت بتاع التسريح ده فيه عبء وعناء، وبتخانق معاها وهي بتعيط طول ما انا قاعدة بصرح لها. عايزين الوقت ده يبقى لذيذ ويبقى جميل، وحاولي بعد ما تخلصي تقولي لها بصي التسريحة بقى شكلها النهائي قد ايه جميل في شعرك، فرحيها وبسطيها ان انت بتعملي لها حاجة جميلة، هتلاقيها بعد كده هي نفسها اللي بتيجي تطلب منك ان انت تعملي لها تسريحة جديدة ولوك جديد، لما تلاقي اصحابها انبهروا بشكل التسريحة وبيقولوا لها الله وقد ايه هي شيك وجميلة، فهتلاقيها هي حابة ان انت تسرحي لها شعرها، وهي اللي بتيجي من نفسها تقول لك اعملي لي تسريحات ولوكات جديدة. فاحنا عايزين نوصل للمرحلة دي، لكن مرحلة العياط والهستيري اللي اثناء التسريح ده بلاش، يعني حاولي كده تضحكي على عقلها، ولوكات يعني اعمليها لها جميلة وفرحيها بيها، وريها شكلها في المراية قد ايه بيبقى جميل بعد ما التسريحة بتخلص. بصي التسريحة دي برضو جميلة جدا، انا جبت بس توكة حطيتها من ورا ورفعت عليها الشعر، جميلة جدا، ما تنسونيش في الاعجاب.